اوكي ايوه هيك نظرت باللوز. كيفك؟ تمام باللوز حبيبي والله يا اخي. بلا هبل معلم، بلا هبل من اول من على الصبح حبيبي. كل شرف غير ان شاء الله. كيف تمام حبايبي؟ مثل ما انتم اليوم شايفين نازل عنا متجر تخفيضات شباب، بس ولكن وانا بدخل على الحدث يا اخي طلع لي حبيت اعمل لكم يعني ما زبطت معي شباب. المهم حبايبنا مثل ما انتم شايفين عنا اليوم نازل متجر تخفيضات، يعني هو متجر يعني متجر تخفيضات ولا متجر غمت يعني شاب ما اعرف، خصومات المفرطه ما اعرف. المهم حبايبي اجاني تخفيض 67 مثل ما انتم شايفين يا اساطير، بس طولوا بالكم شباب. لا 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 هيك استعجلت كثير حبايبنا، ما يصير قبل ما نعمل اي شيء حبايبي صلوا على الحبيب الله يسعد لي اياكم، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والمشاركات، وخلينا نحط السماعات معلم لانه انا الشباب بحب يعني ما بعرف ليش هيك متعود احط السماعات لما اصور اي مقطع ولا. المهم شباب هون معلم واخيرا حطونا الفاير باس. طبعا هون شباب هذا المتجر موجود فيه الفاير باس مثل ما انتم شايفين، ما اعرف ليش حاطين لي اياه معلم مع انه انا عندي اياه، ما فهمت ليش. انا يوم سكنين شيء تبع سكن بنت سكن يعني شاب وبنت ما شاء الله عليهم معلم، باين عليهم شيء بلوز. اوكي اوكي هون على اليمين شاب، هون عندنا بالنسبه للحدث طول بالكم، هون حدث شاب عندنا اكثر من قسيم، اكثر من تخفيض تمام. هون كاتب عندنا انفق اكثر من 305 جوهر لتستمتع ب 67 من التخفيض تمام. الطرف الثاني شاب لازم يعني نشتري بشي 160 جوهره عشان نقدر ناخذ التخفيض هذا. اوكي والتخفيض الاخير شباب جاييني 36 تخفيض و ولازم نصرف واحد جوهر. اوكي شباب من ما تخلونا ندخل هون مثل ما انتم شايفين، ايه مثل ما انتم شايفين اكثر من بعيد هاي الكلمه معلش حبيبي. هون حبايبنا عندنا كثير من الاشياء تمام. عندنا هون الكاتانا، بس هذا شو هذا الغضب البركاني والله ما اعرف شو هذا شباب، بس لازم 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 نعمل تكتيك. اوكي بالنسبه للسياره شباب هي ما عندي اياها هي. اوكي اوه لازم ننفق او لازم نشتري شيء نقدر ناخذ اكثر من شغله حلو. لازم اوكي خلينا نشتري رومات شباب ونشتري مشكله يعني والله عليها التخفيض من اول يعني تخفيض بس اوكي. هيك صار التخفيض يعني هي 400 وحقهم 400 ده ورجع التخفيض تمام. طولوا بالكم شباب طولوا بالكم. الشيء المهم بالنسبه لي شباب ناخذ البطاقات، خلينا ناخذ البطاقات شباب طولوا بالكم. حبيبي اجرب شغله عشان اتاكد من شغله، نعمل هيك بس نعمل تاكيد شو بيصير اذا عملنا هيك. عم نحسب التخفيض هيك ولا شو؟ اصبروا نعمل هيك. هاي 100 200 100. اوكي حلو. هيك عم يحسب. اوكي حلو وصلت الفكره. نعمل هيك شباب لازم يعني نشتري اكثر من شغله بنفس الوقت ولا كيف؟ طولوا بالكم خلينا نعمل هيك. شو بيصير معنا هون؟ صار عندنا 620 جوهره شباب. نشتري كلياته يعني بنفس الوقت عشان نحصل. قول لي شايفين شباب جاء تخفيض باللوز، بس طولوا بالكم والله شباب انا طولة لازم نجرب عشان يعني ما تقعوا بنفس الاصبر. شو خلينا ناخذ هاي معلم، ناخذ البطاقات الحاضنه اوكي ونعمل شراء. قسمتي بختار انفق اكثر من 305 لتستمتع ب لا يمكن تغيير قسم التخفيض في طرف في فتره الحدث. اوكي نعملها تاكيد شو راح يصير. اعطونا 402 اوكي شراء ناجح تمام حلو. هلا اوكي هلا صار عندنا تخفيض يعني حلو. هلا صار عندنا التخفيض لازم يكون التخفيض شغال. اقسم بالله يا جماعه انا دايخ حبيبي والله، بس راح نجيب هذا التخفيض يمكن هو عندنا التخفيض كثير حلو. اوكي حلو ناخذ البطاقات التغيير اسم كمان معلش بكبير زمونة. وشوف في عندنا هون شيء ثاني شباب، عندنا هالبطاقات كمان باللوز حلو. خلينا ناخذ هذول شباب 1400 جوهر والله الصراحه يعني شباب يعني ماشي الحال يعني سكنين ورومات بطاقات تغيير اسم وكلش معلم حبيبي والله باللوز جيجي حلو جبناها شباب خلص. المهم شباب اوصل الى اوكي شباب لازم نوصل هذا عشان نستمتع بالتخفيض يعني نجي للتخفيض ما في مشكله شباب. بالنسبه للطرف الثاني شباب هون عندنا الفاير باس حلو باللوز هون عندنا يعني والله شباب فاير باس 200 جوهره يعني شيء كثير حلو. عندنا هسه لازم نجيبها كمان، هذا لو كنت شايلهم كلياتهم بنفس الوقت يعني حبيبي والله تمام. هي الثلج اعتقد لا ما عندي اياها الثلج شباب، خلينا نجيب هالثلج كمان ثلج البويه والله ما لا ما عندي اياها بصح ما عندي اياها الثلج شباب حلو نجيبها كمان. وهذا هو شباب نجيب نكمل بالتخفيض وهيك صار عندنا الامور باللوز. اشترينا بطاقات بالنسبه لهالباكجات والله نجيب هالباكجات شباب نفس الشيء نجيب هالباكجات معلم بيلزمونه حطها على جنب معلم نفتح لكم اياها من بعد. حتى هذا كمان يا جماعه والله نجيب هالباكجات كمان شباب نفتح لكم نفتح ما عندي هاليو ام بي
نجيب هذا كمان. شو بقى معنا شباب؟ الثلج هذيك بتذكر عندي اياها. حلو 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 حلو. بس هذا شو التخفيض؟ غضب البركاني. عرفت. اوكي هذا معنا يا معلم. اوكي شباب هي بكون جبنا كل شيء شباب. اشي باللوس. الان بدنا نجرب الوضع معلم. بدنا نجرب السكنات بوي. اول جرب اول شيء. اول شيء سكن البنت شباب. نشوف سكن البنت حبايبنا قبل كل شيء. حلو اوكي. هون عندنا صار بطاقات وهدول شيء تمام. صار بطاقات هون. شوف عندنا دول صار يو ام بي وما يو ام بي. حلو بعدين نفتحهم على رواق. اوكي عن هذا سكن البنت شباب. اولو يا اخي هذا السكن يا اخي مبين علي بشي مكان نازل صراحه يعني. والله حتى الكمامه حلوه والشعر يعني صراحه يعني سكنين عن جد اسطوريين شباب. عن جد يعني سكنين يعني اشي باللوس صراحه يعني. اوه ديم اصبر والله شباب تحمست كثير هيك. تحمست كثير حبايبي ندخل نجرب هذا هيك ونجرب. قول لي نعمل تزويد. والله شباب صراحه عن جد سكنين مرتبين عن جد شباب. صار لي زمان يا شباب ما شايف هيك سكنات يعني اسطوريه صراحه يعني. عن جد ايش باللوز يعني عن جد معلم. ما راح نعطيهم 10 على 10 يعني السكر هو على 10 على 10. المهم شباب ركزوا معي يعني هذول الشباب السكن عن جد. هلا السكن بنت هذا شباب عن جد بالنسبه لي والله بيستحق 7 على 10 شباب. عن جد ايش مرتب وحلو كثير يعني شباب. ول ها هيك سكنات حلوه شباب والله يعني. حتى الشعرات جاي هيك يعني هيك اللون يعني شوفوا اكثر من لون جاي الشعر معلم يعني غامق كاشف غامق كاشف يعني عن جد شيء يعني. الكوافير اللي عمل هالقصة معلم اسطوري حبيبي والله. حتى الحذاء صغير فيو افكت. اوه والله نار 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 نار. يا زلمه بلشنا. خلونا نقتل يعني يا زلمه. خلينا نقتل كل واحد يا زلمه. طول بالك. ها والله باللوز. اوكي خلينا نروح نجرب سكين الشباب. شباب تحمس سكين. انا بعرف يا اخي ما بده يطلع. اطلع يا زلمه. روح جيب سكين الشاب حبايبي. جرب سكين الشاب ليشوف. يلا نروح حجي. اوكي نعمل روح على البرسوناج. اوكي نجي لهون حبيبي والله. ترى شباب جهزوا حالكم على اللايف ستريم حبايبنا. ان شاء الله اليوم راح نعمل لكم توزيع اكواد جواهر شباب. تصيروا فيه تشحنوا فيه الفاير باس. اوكي بلوز على الفيسبوك راح يكون ان شاء الله. ونفس المناسبه يا شباب نفس الوقت نسيت اقول لكم عم بفتح بسوس على التيك توك شباب بشكل يومي يعني. تعالوا شرفونا عم ندردش حبيبي والله. اصبر وين السكين معلم؟ وين السكين؟ وين السكين؟ ما هذا؟ اقسم بالله شباب خفت حبيبي والله. اوكي نعمل له تزويد هون معلم. نجي لهون حابب اشوف شغله بهذا السكين معلم. ما في. اصبر شوي طولوا بالكم شباب. نجرب شغله ضروري. شوفوا البنطال لحاله. والله شباب البنطال لحاله يعني عن جد البنطال يعني هالسكين. حتى الشعر شباب الشعر عن جد حلو صراحة يعني شباب. اشي مرتب صراحة عن جد. اشي مرتب معلم. احسن سكين يعني شباب. السكين البنت يعني لاحظت انه سكين البنت طالع. حتى سكين البنت طالع احلى شوي من سكين الشاب. بس سكين الشاب كمان حلو ما اشبه شيء. بس شوي هيك التيشيرت شوي كبير. بس والله يا جماعة عن جد صراحة اشي باللوس. شوفوا الافكت. شوف الافكت معلم. والله نار شباب. اصبر شوي. لا هذا معلم لازم نجربه. لازم نجيب البربر معلم. لازم نجيب البربر ونجربه معلم. هذا باللوز. اوكي بوي. هذا ندخل نشوف هون الوضع. ديم 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 ديم. وي وي ويل 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 ويل. والله باللوز يا مان. باللوز يا مان. فيري فيري نايس بوي. فيري فيري نايس. حبايبي الكرام الله يسعد لي اياكم. ما راح نطول عليكم اكثر من هيك يا اساطير. لا تنسوا تتابعونا حبايبنا على الفيسبوك بالبزوز المباشره بشكل يومي شباب. صرنا تقريبا 3 سنين عم بلبس بشكل يومي شباب. اللي ما بيعرف شباب تعال باللوز. راح نوزع لكم ان شاء الله فاير باسات. ولا تنسوا تتابعونا على الانستغرام شباب عشان تتابعوا الستوريات عشان ايمت بنفتح البسوس. وبنفس الوقت شباب على المسويات على السهره بنعمل لكم بسوس كمان بنفس الوقت على التيك توك يعني معلم يعني معلم. راح نكون بكل المنصات ان شاء الله. اوكي الله يسعد ليكم حبايبنا. بتمنى لكم يوم سعيد. وكلمه اخيره شباب بالتوفيق للكل كل كل كل. طب نكبر الكاميرا شوي. طبعا بالتوفيق لكل الحلوين اللي عم يقدموا البكالوريا وكل الامتحانات من الصغير للكبير. موفقين جميعا وان شاء الله بالتوفيق لكم حبايبي جميعا. وتجيبوا هيك علامات مرتبه معلم هيك باللوز. اوكي و بيبي والله.
يومكم سعيد. تشاو بوي. وين الكبسة؟ اهو يلا تشاو.